السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. في فيديو النهاردة بإذن الله انا هكلمكم على فايدة عظيمة جدا 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 انصحكم ان تفعلوها في الجمعة الأخيرة من شوال. افعل هذه الفائدة بإذن الله في الجمعة الأخيرة من شوال، وراقب المعجزات وراقب الخيرات وراقب البشائر اللي هتنزل على حياتك كلها. هذه الفائدة يا جماعة من الفوائد العظيمة جدا واللي فيها ثمرات كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. فإحنا النهاردة بإذن الله هنتكلم على فايدة عظيمة جدا 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 ثمراتها هتعود عليك في كل جوانب حياتك مش جانب واحد بس. يعني خلي بالك إن ثمرات الفايدة دي بإذن الله هتشمل جانب العمل، جانب الصحة، جانب العلاقات اللي هو جانب الزواج يعني والعاطفة وكده. فثمرات الفايدة دي كتيرة جدا جدا جدا. وأحلى حاجة كمان يا جماعة إن في هذه الفائدة إن هي سهلة التطبيق، يعني الفايدة دي سهلة الاستخدام وسهلة التطبيق. والفايدة دي يا جماعة من الفوائد العظيمة جدا 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 واللي انت هتشوف اثرها باذن الله بعد ما تطبقها مباشرة. يعني بعد ما تطبق هذه الفائدة باذن الله مباشرة هتشوف ثمرات هذه الفائدة والفوائد والثمرات الكثيرة جدا 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 الموجودة في هذه الفائدة. وهذه الفائدة يا جماعة بتبقى عبارة عن ان انت بتضع يدك على صدرك هكذا، ثم تقوم بقراءة هذه السورة القصيرة مرة واحدة فقط. دي واذا هي دي خطوات الفايده، وطبعا خطوات الفايده في خطوات تانية بس انا يعني بديلكم الحاجه الاساسيه. ايه هي الفايده يا عبد الله اصلا، ونطبق الفايده ازاي، وخطوات الفايده وتفاصيل الفايده، والفايده ده هتفيدنا في ايه غير كده؟ يعني هبدا باذن الله حبايبي في ذكر تفاصيل الفايده وشرح الفايده باذن الله اللي انت هتعملها في الجمعه الاخيره من شوال. بس قبل ما ابدا في ذكر الفايده يعني وكده، اتمنى لو انت جديد معايا في القناه تشرفني وتشترك في القناه، ولو انت معايا قديم في القناه اضغط على زر اللايك وادعي لي دعوه في تعليقات كده حلوه بالتوفيق. ويلا بينا يا احبابي نسمي الله ونبدا في ذكر التفاصيل والفائده بالكامل ان شاء الله. طبعا يا احبابي هذه الفائده باذن الله يعني بعد ما تطبقها هتفيدك في التالي. هتفيدك زي ما قلت لك في كل المجالات، ده اول ثمره اللي هي هتفيدك في كل المجالات. يعني مش هتفيدك بس في مجال العمل او مجال النفسيه او مجال الصحه، انت هتلاقي سبحان الله كل جوانب حياتك بدات ان هي تتصلح. ده اول ثمره او اول فايده موجوده في هذه الفائده، وهي ان هي تفيدك، مش هتقتصر فوائدها او ثمرتها في مجال واحد فقط من المجالات، ولكنها ستتسع حتى تشمل كل جوانب او كل المجالات اللي موجوده في حياتك. تاني ثمره في الفايده ان شاء الله برضو هتعود عليك بالنفع وباذن الله نافعه جدا جدا جدا، هي ان باذن الله لو انت كان في صدرك او عندك ضيق او طاقة سلبية او حاجة مخليك مخنوق هم، والهم ده انت مش هتقدرش تغيره، يعني حاجة مش بايدك تغيرها، باذن الله هتلاحظ على الفور، حاجات اللي هتلاحظها على الفور ان باذن الله هذا الهم او هذا الغم او هذه الاحزان او هذه الهموم بدات ان تزال. انت هتحس حتى بعد ما تحط يدك على صدرك، بعد ما تطبق خطوات الفايده وتحط يدك على صدرك وتقرا الصوره مره واحده، انت ذات نفسك هتحس ان كان في حراره كده بتخرج من جسدك. ان انت لو عندك طاقه سلبيه او حسد او كده او مشاكل روحانيه حتى، باذن الله بتلاقي المشاكل دي عولجت نهائيا من حياتك، وباذن الله بتلاقي نفسك عندك زي ما تقول كده جبت مصفى وصفيت كل الطاقة السلبية اللي عندك، فبقيت صافي عندك صفاء. من الثمرات ايضا الموجودة في هذه الفائدة، واي فائدة يا جماعة بيبقى بتضع ايدك على صدرك وبتقرأها بتقرأ السورة، يعني من الفوائد الخاصة بها برضو هي جلب الهيبة والقبول عند من يتعامل معك دايركت. يعني بتلاقي سبحان الله ما حد يتعامل معاك دايركت، على الاقل ما بيتكلمش عليك بشر، الناس ما بتحاولش تعديك، بتبقى مسموع الكلمه بينهم الكلام ده. طيب الفايده دي يا عبد الله هنعملها ازاي بالظبط؟ يعني انا شخص عرفت الفوائد دي وعايز اطبق الفايده في الجمعه الاخيره من شوال. طيب في البدايه محتاج اقول لك ان الفايده دي زي ما قلت لك بتتعمل في الجمعه الاخيره من شوال، وعلى فكره لا يشترط فيها وقت معين من اوقات اخر جمعه من شوال. يعني انت عندك من ليلة جمعة شوال، من ليلة الجمعة، او عندك اللي هو يوم الجمعة بالكامل، يعني عندك ممكن تعملها بعد صلاة الجمعة الى الصبح بالليل براحتك. طيب بعمل ايه بالظبط يا عبد الله في الفايدة دي؟ كل اللي بطلبه منك باذن الله ان انت بتيجي في الجمعة الاخيرة من شوال في اي وقت من الاوقات زي ما قلت لك، واول حاجة بتعملها باذن الله هي ان انت بتقول باذن الله هذا الاسم الكريم العظيم، هتقرأ بإذن الله هذا الاسم وهو من أسماء الله تعالى الحسنى 134 مرة، والاسم هو يا معز.
هتقول يا معز 134 مرة. بعد ما هتقول يا معز 134 مرة بنيجي للخطوة الثانية، وهي ان انت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة 41 مرة. والصيغة بإذن الله اللي هتصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم هي: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى إذن احنا لحد دلوقتي قلنا خطوتين: يا معز 134 مرة، بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 41 مرة. بعد ذلك بإذن الله بنيجي للخطوة الثالثة، والخطوة الثالثة دي بإذن الله إن أنت تستغفر الله عز وجل 99 مرة بالصيغة دي، والصيغة هي: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. تاني: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. تستغفر الله عز وجل بهذه الصيغة 99 مرة. تمام، دي تالت خطوة. بعد ذلك هنيجي لرابع وآخر خطوة في الفايدة خالص، آخر خطوة يا جماعة في الفايدة خالص، وهي إن أنت هتقوم بوضع يدك على صدرك هكذا، ثم تقوم بقراءة هذه السورة مرة واحدة فقط، والسورة هي سورة الإخلاص. بتقرأ سورة الإخلاص مرة واحدة فقط وأنت واضع يدك على صدرك. وطبعا خطوات الفايدة بالكامل أنا كاتبها لكم في صندوق الوصف، لو أنت بصيت تحت هتلاقيني كاتب لك التفاصيل. فبس كده يا حبيبي يكون الفيديو خلص، أتمنى تكونوا استفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.